ديسمبر الأعياد ببلا طول سيرة، كتب، موزة وأبراج، حلقات خاصة مع زافان طيلة شهر كانون الأول. هيدا الأسبوع عنوان الحلقة هو الكتب. بمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية ومعرض الكتاب السنوي، زافان بيختار 4 إصدارات جديدة ببيروت. بلا طول سيرة مع زافان. مشاهدينا مساء الخير. الأسبوع الماضي اختتمنا سلسلة مؤثرون، وهالأسبوع مندخل أجواء العيد ونهاية السنة بأربع حلقات بعنوان ديسمبر العيد، كتب وبوظة وأبراج. البداية بالكتب، بما أنه كان أسبوع ثقافي حافل ببيروت بين تدشين المكتبة الوطنية الثلاثة وافتتاح معرض الكتاب الخميس. امبارح كان افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته 62 بمركز سيسايد أرينا وسط بيروت. المعرض بيستمر حتى 17 كانون الأول بمشاركة أكثر من 170 دار نشر لبنانية و80 دار نشر عربية وأجنبية. عدد حفلات التوقيع السنة حوالي 150-155، والعدد ممكن يزيد بالأيام الجاية بحسب إدارة المعرض. دار الفرابي أكثر دار نشيط السنة بحفلات التوقيع برقم قياسي، هو 32 حفل ل 32 كتاب. الليلة، بما أنه كل سنة منواكب معرض الكتاب، اخترنا 4 كتب لفتت نظرنا وضيوفي على التوالي وفاء أبو شقرة حول كتابها عندما تتكلم المصادر الصحفيون ومصادر معلوماتهم، جمانة حداد بنت الخياطة، وجورج دوراليان البحث عن المعنى، قراءات في الرواية اللبنانية. ومن العراق عندنا كتاب لنزار عبد الستار والرواية بعنوان ترتر، وترتر يعني مثل الخرز البايات. 4 كتب و4 ضيوف، ومع كل ضيف ربع ساعة. قبل يومين من افتتاح معرض الكتاب جرت 3 تدشين المكتبة الوطنية بالصنايع، وهيك صرنا نحن والمكتبة الوطنية جيران. المكتبة الوطنية تاريخيا كان مقرها بساحة النجمة بوسط بيروت. الحرب قضت على المبنى ومعظم الكتب. خلال السنوات 25 الماضي كان هنالك عمل جبار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محفوظات المكتبة، اللي جرى جمعها من بين الأنقاض وعولجت على مدى سنوات من خلال هبات دولية بالتزامن مع خطط لإعادة إحياء مشروع المكتبة الوطنية وتأمين مبنى لها. اليوم وأخيرا هالحلم صار حقيقة، على أمل أن الحقيقة تكون بمستوى الحلم. جولة بمبنى المكتبة الوطنية الجديد بالصنايع مقابل الحديقة مع المديرة التنفيذية السيدة جلنار عطوي. وهيدا حلم، مش حلم بقى حلم، لانه في ناس كتير تعبت ليوصلوا هيدا النهار. هيدا ما كان يعني نتيجة عمل شخص واحد، هو نتيجة عمل ناس تعاقبوا هيدا الموضوع، ناس مؤسسات، رؤساء حكومات، وزراء ثقافة، مع الهبة القطرية اللي كانت عم بتكفي ترميم وتوسعة هيدا المبنى. نحن انتهينا من النقل وصرنا فعليا موجودين بهذا المكان، وصار لهالمكان مجلس إدارة أكيد محتاج للتفعيل، وأكيد كله له علاقة بتشكيل الحكومة، لأنه هذه مراسيم ستصدر عن الحكومة. إذن نحتاج وقت لنكون أكثر فاعلين
نتيجة هيدا الإش. بس هيدا الشيء ما منعنا أنه ندشن المبنى ونفتتحه لنصير جاهزين لاستقبال كل الجمهور، ورح يكون عندهم وصول على مجموعات المكتبة اللي هي رح تكون هي الاشتراك لكل الناس متاح لكل الشرائح العمرية. ممكن نستقبل ندوات، ممكن نستقبل مؤتمرات، ورش عمل في كتير قاعات وأماكن معدة بالمبنى لاستقبال كل أنواع النشاطات. الدخول من الباب الأساسي في استعلامات بتوجهن على ما يسمى مكتب أو دائرة خدمات القراء، فوت بيقول أنه أنا أريد الاشتراك في المكتبة الوطنية، بنعمل له بطاقة اشتراك بأكيد شي رمزي مع المعقلنا قدي يمكن يكون 1000 ليرة مثلاً عم نحكي، بياخد بطاقة وبيصير هو وقت اللي بده ضمن الدوامات المحددة أكيد بالمكتبة بيجي بيرتاد بيفوت على القاعة الكبيرة. نحن عم نخلق مؤسسة عامة اسمها المكتبة الوطنية، مش عم نخلق مكتبة عادية مثل ما بيخلقوها مكتبة عامة، عم نخلق مؤسسة تحتاج إلى كل مقوماتها، لكن كل النوايا موجودة طالما وصلنا لهون بقى الطريق صار معبد قدامنا إن شاء الله. مكتبة وطنية ومعرض كتاب بذات الأسبوع اللي كان في خوف إنه الفتنة تضرب لبنان، هذا هو البلد شو فينا نعمل. تحت عنوان من أجل مكتبة وطنية حقا أبوابها مفتوحة للجميع، وقع عدد من المثقفين والكتاب والناشرين رسالة مفتوحة إلى المعنيين بشأن المكتبة الوطنية، يتحدثوا فيها عن سياسات خاطئة تجرد المكتبة من روحها ومهمتها الوطنية، وتخوفت الرسالة من عدم صدور مرسوم بمجلس إدارة المكتبة ومجلسها العلمي، وانتقدت تسمية أعضاء المجلس على أساس طائفي وسياسي. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسان عكرة رد، فاعتبر بأن المجلس المعين أعاد خطة شاملة للنهوض بالمكتبة الوطنية استنادا إلى أحدث المفاهيم العالمية، وتحدث عن قرب التوقيع على اتفاقية تعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية للاستفادة من خبراتها، واعتبر أن المكتبة التصويب عليها الباكر منه إلا تجني وطلب بإعطاء فرصة العمل، وأكد أن المكتبة لن تقفل أبوابها. هيدا المكتبة وهيدا السجال اللي رافق الافتتاح الكبير والمنتظر من أكثر من 25 سنة. بما أنه مبلشين ديسمبر العيد بالكتب، بقترح عليكم السنة تهدوا كتب لأصحابكم، وإذا لا عنا أفكار لهدايا من بقايا جنزاتكم. مشينا بعد الاستراحة. ديسمبر العيد، كتب وبوزة وأبراج، وقبل كل شيء هدايا. اقترحت عليكم قبل الإعلان تهدوا السنة كتب، وإذا لا بناطلين جينزات. بناطلين منيحة؟ قولي بناطلين. أنا بتطلع بنطلونات جينزات. بطلت بنطلونات جينزات. قولي أنت. أنا بنطلونات أو بناطلين، أنا غير جنوبية. بنطلونات. شو؟ بنطلونات. أي بنطلونات. أضبط شيء. بنطلونات. بما أنه بلش موسم التفتيش عن الهدية، رح يكون عنا هلا وقفة مع أفكار مبتكرة من مشروع مشينا. برحب بنانسي صعب، أهلا وسهلا فيك. حضرتك أستاذة فرنسي وبنفس الوقت مصممة لمشروع مشينا، مشيات جزادين وكليكيش مشغولة على الإيد من بقايا جينزات. منشوف هالتقرير. مشينا هي فكرة جينزات أخذوا حياة وروح جديدة، لأنه قررنا نحولهم تو سامبلومون لمشيات. من هون فكرة مشينا. نحن نانسي وغلاديس وناتالي. ناتالي هي أختي وغلاديس هي أمي، وثلاثتنا بنشتغل بهيدا الشيء. نحنا كنا من كتير زمان عطول عنا قماش من الجينز، جينزات بدي أقول، مجمعين ما منكبهم من أكتر من 10 سنين، وقلنا أنه أبسط شيء نبلش فيه هو المشاية.
نحن رسمنا اذا بدك الشيب تبعها كيف بدها تكون، لانه بتعرفي انه بيكون عندها مثل وجه وبيكون عندها كعب، بيكون عندها شيء بينحط من قلبها وهيك. نفذناهم مع حدا معمل صغير ببيروت، هو بيصنع على باز دي بانتوف. طور المشروع، طورت الفكره، صرنا من السليبرز عم نعمل دي ساك ادو، دي بوشي. بلشنا بتنفيذ كل البرودكت بسبتمبر الماضي، واول مره شاركنا فيه كان بديسمبر. اكيد الفكره بلشت باعاده التدوير، يعني اكيد نحن نرجع نشوف كيف بدنا نرجع نعطيهم غير روح، انه كيف من شيء الناس بتكبه نحن بنحوله لشيء تاني. كل القصص اللي بتنعمل اللي هي جينزات ناس عندها اياها اما كبتها، وصاروا شوي شوي يخبروا بعضهم وصاروا يجيبوا الجينزات، او مثلا بوتيك عندها مثلا ستوك ما بقى بدها اياه، اما ما بقى بدها تعرضه، اما شيء في ديفو صغير ناخذهم نحن، لانه الجينز لما بيكون جينز هيك لحاله هيك في يكون هيك شوي بايخ ما كثير له معنى، بس لما بتقطعيه وبصير بيتحول لكذا شغله بتصير تشوف انه اوف كل هدول طلعوا من الجينز. يعني حتى وصلنا لمرحله انه الجيب تبعوا الجينزات صارت عم تنعمل شيء، اما عم تنحط اكسسوار على شيء. يعني كل خلقوا اذا بدك الفكره بتخلق وحده ثانيه. الجينز شيء كثير عادي بنلبسه بطريقه ما بنفكر فيه وشيء باسبارتو، بس لما بتكوني عم تخلقيه لديزاين او لشيء بتصيري بتقولي انه لا، عنده روح للجينز. يعني حتى اذا بدك التريتمون تبعه مش مثل منه كثير عادي، في مكانات لها خصوصي بتنشغل كيف بيصير ديلافي، كيف بتفوتي فيه لون ثاني. يعني عالم للجينز، عالم حلو، عالم الجينز. صحيح. عالم شو يعني؟ عاده جينز يعتبر انه هيدا مش الرسمه، مش المحترم الردش. هو عالم بحد ذاته وفات، وهو من التيسيو اللي ما قلنا قلب نكبه. يعني كل سنه من سنه لسنه بنخبي الجينزات وهيدا كثير. ليه بتعرفي ليه؟ ما قلنا قلب انا بكبه. بعرف ليه. انت ما عندك هالمشكله. لا انا هذا لانه دائما بناخذ الجينز وبننصح، فدائما بيكون عندنا انه رح نرجع نضعف ونرجع نلبس الجينز. مو منيح شو هي المشكله معنا هي. لا وهي على فكره انه الناصح وضعيف، هلا كل ما كان الجينز كبير كل ما كانت احسن اكيد احسن. يعني نانسي كنا نحن ناطرين معك ناتالي وست جلاديس والدتك، ليه منه معك؟ وين من هلا؟ لانه هن هلا متواجدين بمعرض بالاشرفيه بالاجليس سان جوزيف، تحت الكنيسه في مثل ابو اسمه الكريبت، وهن متواجدين هونيك لانه المعرض مفتوح لكل الناس. اليوم اول نهار يمكن؟ امبارح كان اول نهار وباقيين لنهار الاثنين. انتم يعني مع انه عمركم صغير اقل من سنه، بس انتم مشتركين بكثير معارض، كيف عم بيكون المبيع عاده بالمعارض؟ الناس عم تشتري، عم تتحمس؟ هي وفات الناس بتشجعك تشارك من معرض للثاني. يعني نحن يعني بظرف سنه عملنا اكثر من 8 معارض، وشاركنا باكبر معارض بقلب بيروت، يعني وحتى كنا شيء محل سوق بالجبل. فقد ما بيحبون كثير كثير اكيد. وانتم بتقولوا لهم انه هدول معقول يكونوا ملبوسين من قبل او هلا؟ ايه اكيد، يعني هيدا الشيء بحرقس الناس انه هيدا لمين كان، بس هن هالقد صاروا كثار الستوكيت والجينزات ما بقى تعرف جينز لمين كان. يعني جينز مين لمين؟ جينز مين؟ نانسي اول معرض عملتوه كان كمان بوقت الكريسماس من سنه، يعني هيدا وبزيت المحل هيدا اللي بدي اقول لك اياه. وجهوا خير هالمحل لكم، بتعتبروه هيك البدايه وبلشتوا؟ اكيد لهيدا السبب يعني قررنا نرجع نشارك فيه السنه. هلا هو الديوري تبعيته شوي قصيره، بس انه المحل كثير حلو، يعني هو المحل في شارم لحاله. وشو اكثر شيء الناس بتطلب؟ لكن ما بعرف، يعني حسب، في 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 الصغار، يعني الجون اكثر بحبوا لي ساكادو، يعني الساكادو هي يعني هيدا فوالا. مثل هيدا قد ايه سعره؟ هيدا 30 دولار 30 دولار اي شو يعتبر يعني بما كنت تشتري جزاد؟ لا منيح، لا سعره هيك هدية اكيد، يعني هن حلاوتهم لانه فريمون يعني هيك ان كادو دو نويل، البادجت تبعه اكسيسيبل للكل. وبعدين في فكره، يعني هاند ميد
اكيد. انتوا شو يعني هلا عم نلاحظ في كثير هالتوجه لاعاده التدوير، لها علاقه بازمه الزباله او لها علاقه بال يعني بالتوعيه بشكل عام لاهميه التدوير والريسايكلينج؟ يعني هي اكيد كمان نوع من اذا بدك من مونتاليتي، من ثقافه ومن فكره انه اهم شيء ما نكب، نرجع نعطي روح لاشياء الناس بتكبها. هيدي كانت الفكره الاساسيه من وراها. وانتم هيك بلشتوا، ونحن هيك بلشنا صحيح. بطبيعه الحال بس يعتبروا كول. لانا انت بتهدي هيك هديه او بتحسيها انه ترى حلوين؟ الو يو فيري ماتش. هي الفكره انه بلشتوا من المشايه بس غير شيء يعني هاو هيك صاروا على جنب يعني مع هالغراض كلها. تروس هدول اشرين الجينزات. هلا في دارج يعني جنزات المخزئين كثير ما رح تستفيدوا منهم. هلا في من ينعملوا اكيد معي، هلا اكيد ما عندي طول الارتيكل معي، بس انه في غراض انعملوا من جنزات مخزئه لانه في ناس بحبوا بحبوا هيك شيء. واللبنانيه عم يحبوا البراندز اللبنانيه هالنوع يعني من سمول بوتيك اذا بدك براندز. هلا اكيد يعني مش كلها لبنانيه، بس انه الناس اللي فريمون بتحب تعطي اذا بدك معنى للاشياء بتفضل تروح على هذا الاتجاه. شو اصعب شيء بالشغل بالجينز؟ اوف كثير يعني الصعوبات اللي بنواجهها، لانه ما عندك قدامك تيسيو كثير كبير وانت عم تتحكمي فيه مثل ما بدك، يعني انت محكومه بسايز معين بالوان معينه من الجينز، يعني بدك تجربي تفوتيهم كلهم ببعضهم بشكل انه يطلع شيء. يعني مثلا فرجيني ارليت. انت طالع من انتخابات نقابه المحررين، جاي اليوم عم تعرض جينزات، شو كيف كان الجو امبارح؟ والله كثير حلو، كان في ديناميكيه كثير حلوه بصراحه. مبروك للاستاذ اندري، بس كمان مش مبروك لانه استقال من العضويه، نحن زعلنا انه استقال، بس بالنتيجه هيدا موقف، هيدا خياره. بنوجه له تحيه وبنقول مبروك لكل الفائزين بالنتيجه. اكيد مع انه ما حدا منا عضو بالنقابه، بس بنحس انه هيدي نقابتنا. صحيح. ان شاء الله بتصيروا اعضاء. ليه بالساك مع الساك ومتل تبعه منيح، بتحس انه لازم يتطول اكثر، اما لا ولا سافا؟ لا سافا كثير منيح هيك. مثلا خليني اقول لك شغله، مثل هيدا الجينز انه يعني اصريت انه تبقى الدرزه تبعيته لحتى فريمون يعني تبين انه هيدا كان على باس جينز، عرفت؟ بس هو يعني بتحسي انه رجعتوا عيشتوا او عيشتوا شيء قطعه يعني للكاب او هيدي اجمل شيء بالشغل، لما بتلاقي انه هيدي القطعه مكبوبه عندك وبعدين تحولت لشيء وصار عليها غير ديزاين، يعني بتقول مش معقول من شيء للكب رجع طلع هيك قصص. هلا كل التصاميم انت عملتيها ولا في حدا بيساعدك؟ في حدا بيصمم معك؟ هلا اذا بدك نحن لتريو، انا وجلاديس وناتالي، يعني نحن ثلاثتنا على فرد راس على فرد قلب بنشتغل. بس في اكيد ناس بتساعدنا بالتنفيذ، بس الديزاين بنقرر عليه. والتنفيذ مين بيساعدكم يعني؟ بيساعدونا اثنين ارتيزان عندهم اتوليه صغير، هن يلي بينفذوا كل الشغل، دونك منه معمل كبير وهيك، يعني بعدنا فريمون على سيف كثير. وانت بتسهري على الفينيساج كله معهم؟ كل قطعه بتطلع لازم انا اكون يعني اكيد موجوده عليها لحتى. ومثل هيدي مثلا رس مرسومه او هدول كلهم توتافي؟ هاي رسمه اوريجينال او انت يعني رسمه سمتيكا وهي مأخوذة من شي رسمة معروفة؟ نو هي مأخوذة من رسمة معروفة، بس يعني أكيد مش أنا كلهم برسمهم طبعاً، في ناس تلاميذ لإلي بيساعدوني. لازم أعرفها الرسمة؟ لا مش ضروري. مشهور لا مثلا في عندها لبوتي برنس كثير ديزاين يعني هو لحب على قلبي. نحن كثير بنحب الكاكتوس، أنا مرة ابني يعني عملنا مشكل طويل، كنتوا بفرعية على راس السنة بالمعرض، وحماتي طلعت يعني قاره لانه ما جبنا له الكاكتو، قلت له غالي هذا بلاها شو بدك فيها، فعمل مشكل الصبح حماتي طلعته على فريا من بيروت لتجيب له شي وحده هيدا يمكن. لا شيء بيشبهها اكيد مش شيء زيتها. وفي من كل قطعه موديل واحد او يعني متجرب يعني اذا الجام تبع الكاكتوس بنجرب نفرجي كذا نوع كاكتوس، عرفت؟ يعني واي شيء بيقدر يوحي لنا، يعني بنقدر نستوحي من اي شيء، من الطبيعه، من الايتوال، من العصافير، من بس كلهم بياس اونيك. يعني ما بتعمل البياس اكثر. وهدول السيلولوز او هدول الكوينز وهدول هيدا من اكثر ارتيكل الناس حبوه وكثير لقوه انه كثير عملي، يعني استعملوه بطريقه. بس هذا التليفون ما فينا منه على سايزه، معمول على السايز تبع الباسبور.
اوكي. نانسي برات المعارض وين بيلاقوكم العالم اذا بدهم يعني حبوا ياخذوا من عندكم؟ فيهم يحكونا اولا اذا بحبوا يعطونا جينزاتهم، هيدي نعم. اهم شغله يعني بحب ادعي لها من خلالك اذا بحبوا يعطونا الجينزات تبعهم، وبيقدروا يتصلوا فينا، عندنا بيج على انستغرام بيقدروا يبعثوا لنا مساج ونجرب نرد على الكل. وبدهم يلحقونا من معرض للثاني، يعني هلا معرضنا بعد يومين، بعد ب 14 15 16 رح نكون بالمارشي دو نويل بمدرسة سيدة الجمهور، عاملين مارشي كثير كبير ورح كون انا مشاركة فيه. وانت معلمة بالجمهور كمان صحيح، يعني تلاميذ بتاخذي منهم افكار من تلاميذ؟ اكيد اكيد، يعني وهن اذا بدك وعلامات من... هن من اكثر الناس يلي اغراضهم من مشينا، لانه اكيد يعني الجينز هو له علاقة بالجون اكثر وبحبه. نعم بحبه. هلا بالاضافة لمشينا خليني اقول كمان انه انتم التريو يعني الصبايا الثلاثة كمان عاملين بيتكم او بيت العيلة ب جست هاوس بضيعة حد صيدا. صحيح شو اسمها؟ ضيعة اسمها جنجلية. جنجلية يعني بنبعد 30 دقيقة عن صيدا، وفتحنا فتحنا البيت بال 2016 افتتحناه حوالينا لجست هاوس، وصرنا لتاريخ اليوم يعني مستقبلين اكثر من 200 او 300 شخص، يعني فريمون. شو اسمه الجست هاوس؟ اسمه الجست هاوس جلاديس، بيحمل اسم امي. حلو، هيدي درجه كمان. وهيدي جلاديس هون كمان اذا بتحب تشوفها. كل الاحوال الروحيه موجوده ببيتكم، يعني كمان لما زرناكم المشغل صعب انه يكون المشغل بقلب البيت. هلا شوي كركبه، لانه بتحسي اغراضك مش محلها واغراضك ضايعه، وبركي هيدا الجزلين انه لا بدك توديه لناس، شوي بتحسي حالك الصبح حملتيه ومشيتي، يعني عرفتي؟ وانتم بتودوه بتعملوا دليفري للهدايا؟ للناس اللي بحبوا اكيد. نعم، هلا يعني بس يطلبوا اونلاين كمان فيهم يطلبوا اونلاين؟ ما في، بعد ما بلشنا بالسيستم الشوبينج اونلاين، بس بيشوفوا الصوره لنقول على الانستغرام او على الفيسبوك وانتم بتوصلوا لهم اياه دليفري. صحيح. ما يكون موجودين على الفيسبوك والتويتر؟ على نو بعد لا، بس عنا بيج على انستغرام بالوقت الحالي. نعم. شكرا لك. الاسعار بتتراوح من 30 اللي من شفتها، من 10 الباسبور 10 الباسبور 20 بس التروس 10 اياها التروس يعني التروس لإلك. طيب ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق دايما، وهيدي كانت فكرتنا لهالأسبوع. إذا عندكم أنتم كمان أفكار بتحبوا تشاركونا فيها فيكم تتصلوا فينا. شفت كتير في كتب ببيتكم، أنت بتهدي جزادين جنزات أو كتب؟ أنا بهدي الاثنين. حلو، استراحة ونرجع إلى الكتب. والكتاب الأول دراسة عن المصادر بالصحافة، آلة المصادر وكشفت المصادر، مين هالمصادر وكيف بيتم التعامل معها من قبل الصحافة ومن قبل القراء، مع الدكتورة وفاء أبو شقرة بعد الإعلان. بلا طول سيرة وعنوان الليلة كتب كتب كتب. بستقبل بهالحلقة أربع كتب، ومع كل كاتب معنا ربع ساعة لنتعرف على إصداراتهم الجديدة، ونقرر إذا مننزل على حفلات توقيعهم خلال الأيام الجاية بمعرض بيروت الدولي للكتاب بمركز سيسايد بوسط بيروت. الكتاب الأول عندما تتكلم المصادر، صحفيون ومصادر معلوماتهم، للدكتورة وفاء أبو شقرة الأستاذة بكلية الإعلام بالجامعة اللبنانية. الدكتورة أبو شقرة انتقلت إلى الأكاديمية من بعد تجربة طويلة بالعمل الصحافي الإذاعي والتلفزيوني والصحافي أيضا بمجال الأخبار. أهلا وسهلا فيك دكتورة أبو شقرة. أهلا فيك زمان. وين أريح، بغرفة الأخبار أم بصف الجامعة؟ كل محل له صعوبته وحلاوته طبعا. لا بالجامعة أصعب. نعم، حفل توقيع كتابك الأول عندما تتكلم المصادر، الصحفيون ومصادر معلوماتهم، الصادر عن دار الفرابي ب 15 الشهر بمعرض صح. الكتاب، خبرينا عن هالكتاب، كيف انطلقت الفكرة وكيف اشتغلت عليه؟ انطلقت الفكرة كان نويته بحث للجامعة، لأن نحن بالجامعة اللبنانية ويمكن هالشي ما بيعرفوا كتار مطالبين كأساتذة أنه نقوم بدراسات
نعملها. فاخترته هو موضوع اشتغل عليه بحث الجامع من بين أفكار كتيرة. هلا أنا ما سألت المصادر من أيام ما كنت أشتغل بالصحافة، عطول تثير حشريتي موضوع المصادر، خصوصا ما يجهل منا، أي لا نعلن عن المصدر، الشخص الذي نأخذ منه المعلومة أو الرأي أو الموقف إلى ما هنالك. وبعدين أثناء التدريس أسئلة الطلاب إلي بكتير محلات، وأنا كيف عم بشرح لهم أنه كيف هاجس الصحافة، أنه المتلقي يصدقه، يعني يكون عنده مصداقية لما يقوله. ومنشان هيك أحياناً ما بيكون إلى مصدر معلومته، قد تكون ثمرة متابعة للصحافة، أجواء هو حصل عليها بس بده يبث هيدي المعلومة أو الموقف أو الجو اللي احنا بنستخدمه عادة، بحطها أحيانا ينسبها لمراقبين متتبعين، أحسن ما يقولون أنه هذا رأيي، أنه بصيروا يصدقوا أكثر أنه أنا جايبة منه. كيف توصفي هالفعل؟ هلأ بوصفه أنه هو المصادر الصحفية زافان، يعني هي قناة كتير حيوية لعمل الصحافة وضرورة، بس بلبنان كيف بتصير هذا موضوع آخر. هلأ السياسة اللبنانية قائمة على المصادر، يعني السياسة الفعلية ما بتصير بالتصريحات المباشرة أحيانا، خاصة يعني بالفترات الانتقالية أو بالفترات الحرجة بيصير عبر المصادر جس نبض أو يعني تجريب بلونات اختبار لفكرة عبر المصادر، وهيك ما لا يتحمل أحد مسؤوليتها. وهذا أول بحث من نوعه على القليلة أنا بشوفه كتاب كامل عن موضوع المصادر. هو أول واحد من نوعه. هلا هي صناعة، يعني في مثل ما عم بتقولي الجانب فبركة يعني مصادر غير موجودة، بس بجانب آخر وكأنه المصادر هي المعلوم المجهول، يعني وفي كود إذا بدك شيفرة، مصدر نيابي كبير يعني بيكون معروف مين، مصدر حكومي بين الصحفيين، هالكود بين الصحفيين صحيح. وبنفس الوقت بين يعني القراء السياسيين 100% هيك بيعرفوا، وكل صحافي اللي بيكتب معروفة من مصادره، يعني انت فيك تعرفي انه فلان مصادره هذا طبيعي. جو لنقول عين التينة، جو بيت الوسط او جو الاصل الجمهوري. هل يعني هل من ميلة بلشت التلاعب بالمصادر ومن ميلة حركة السياسة عبر المصادر، هيدي يعني موجود هالحالة موجودة برات لبنان، وشو الفرق بين الصيغة اللبنانية اذا بدك للمصادر والصيغة العالمية؟ هو انه في كذا شغله اساسا متشعب كثير الموضوع. بهذا الكتاب تحديدا انا اتناول شريحه الصحفيين السياسيين، يعني يلي هن بمكان ما هم السلطه الرابعه، يعني عندما نقول سلطه رابعه بين مزدوجين، هؤلاء الصحفيون مش الصحفيين الثقافيين او الرياضيين، او تحديدا هن مش ضروري يكونوا بيشتغلوا بالسياسه، ولكن مثل ما عم بتقول هم يتعاطون في حق في مجال السياسيين وعملهم. هلا قلت جمله انت انه نحن بنعرف هذه الاجواء، احدى الصحفيات اللي عملها معها مقابله، هو يحتوي الكتاب على 24 مقابله مع 24 صحافي طبعا لبنانيين، بس بيشتغلوا بوسائل اعلام لبنانيه عربيه وعالميه. احد الصحفيين بيقول لي انه نحن بس نسمع خبر ما بنعرف منسوب لمصدر بنعرف منو، لانه بنعرف هالصحافي على باب مين بيوقف، يعني تماما هذا التعبير على باب من يقف. هلا طبعا في فرق بين عمل الصحفيين، هذا لمسته من الصحفيين يلي بيشتغلوا بمؤسسات عالميه، يعني مثل التلفزيون العربية بالوكالات الأجنبية 100%. مسألة التعاطي وتحديدا مش هني كصحفيين المؤسسة أو شو عم بيقول المصدر، يعني أنا بفهم أن المصدر يعطيك معلومة لا يريد تبنيها، ولكن مش بيعطيك رأي، نحن عنا رأي 100% وجهة نظر وجهة نظر. هذا شو يعني؟ بعد ما كنا تحت الهواء عم نحكي أنه وصلت العشوائية والاستخفاف بالمصدر، يعني بفرنسا بس اقول لك اون سورس بيان انفورمي انه مصدر عليم بشكل جيد، قد ما بيكون سكرتير الجمهورية،
يعني نحن ننسب هيدا انه في قاد مصدر حكومي كبير يعني رئيس حكومه سوزانتوندو انه هي بين الصحفيين بس برا بيتعاطوا بمنطق اخر كنت عم اقول لك انه برويترز او باي مؤسسه في سياسه تحريريه تفرض كيفية التعاطي مع هالمصادر وتجهيلها لأنه هو خطأ أن يقال مصادر مجهولة أنونيم يعني بترجم الأنونيم هي مجهلة الصحافي يجهلها هذا إذا ما استثنينا تسريبات وبعدين بصياغة الأخبار المنقولة عن مصادر إذا المصادر حقيقية دايما بينزت كلمة لا تحيلك من هو المصدر أو شيء اسم أو شغلة لا يستنتج يعني تدلل له إيه تدلل إلى المصدر لأنه لعبة المصادر السيء فيها أنت دايما عم تقولي إنه الصحفيين بيعرفوا بس السيء فيها لعبة المصادر حولت الصحافة اللبنانية والصحافة تحديدا إلى بوق أولا وإلى وكأن نشرة داخلية فيها كودات سرية للسياسيين يعني يتبادلوها والقارئ فيكون ما عم يفهم 100% هذا انت لانه حكيت من شوي انه السياسي وكانه تنشغل عبر بتصير كودات بين الصحفيين والسياسيين والمتلقي والجمهور مش فاهمين شيء من شيء هي شغله كثير دقيقه وخطره هو احيانا هو في انماط هذه بالصحافه العالميه وسائل الاعلام العالميه في انواع العلاقه مع المصادر متعدده بتقولي بالكتاب احيانا تتحول هذه العلاقه الى علاقه خطره بين المصدر والصحافه اي باي حاله لما تصير عمليه تبعيه كامله احيانا المصدر يعني لتنفيذ او تمرير اجنده المصدر ومن يقف وراء هذا المصدر طبعا بيصير الصحافي علبه بريد لتمرير اجنده الجهه السياسيه المعينه احيانا بيكون مش نيه سيئه ولكن تعاطف بين جهة وهذا الصحفي عنده تعاطف قد يكون للقضية قد يكون للزعيم قد يكون للبدكة أو يكون تعاطف. بوعد السكوب مثلا يعني هي ليش المصادر قصة كتير دقيقة وشيقة بالحقيقة لأن نسخة طبق الأصل يعني بتعكس لك هي كل أسس المهنة عبرها يعني الموضوعية الدقة قول الحقيقة الإشهار والأخلاقيات أخلاقيات المهنة يعني أنتوا اللي بتعرف أنه في سياسيين بيرشوا صحفيين وهي الصحفية بيعرفوها نعم فإذا كيف ما بده نبرر لك معلومة نعم شو إذا بدك يعني أنت وعم تقري أكيد بأبحاثك قريت يعني كتير عملت مراجعات لأخبار عن مصادر شو أكتر هيك خبر التاريخي المنسوب لمصادر بمعنى أنه هذا الخبر الذي يدرس الذي يدرس يلي هي ووترغيت يعني نعم. أنا بالاستنتاجات بالأخير بقول عفوا إنه هاي المصادر يلي هوى يوما ما رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية عن كرسي وأعني الرئيس نيكسون يلي هي استمرت المسألة سنتين بفضيحة معروف بووترغيت يلي كان اثنين من الواشنطن بوست صحفية عم بمرر لهم واحد هون مجهول كليا بس هون تعتبر معلومات. مصدر او تعتبر هيدي مخبر او تعتبر لا هو كان على مدى سنتين اشهر طويله نعم. يمرر لصحفيين برينشتاين ووردول يمرر لهم اخبار وهو طلع بعدين ضابط بالاف بي اي نعم بلبنان شو اشهر خبر لمصدر بالدرسي او قد ما في درس بعطي ما كثير لانه نحن ما كثير طلع عنا خبريات ما بيحضرني هلا كثير هو في اخبار بالهوامش في كثير خبريات عن صحافه عالميه شو صار يعني مثلا بالواشنطن بوست بنيويورك تايمز بصحف وفي مفهوم اخر كمان انا اول مره بقرا بالكتاب عن تبييض المعلومات بس سوري بلا هلا ذكرت في وقت زميلنا ابراهيم الامين وقت انا كنت بفرنسا بس وصلت خبريات لما نشر قصص الى علاقه بالعلاقات بين المفاوضات الاسرائيليه طبعا في مصدر سرب له محاضر هذه الجلسه وقت السفير ولحقوا لابراهيم الامين وبعدين انا واحده من القصص اللي ممكن اتذكرها بعتقد واحده من بعتقد بال2000 ماني اكيد قانون الانتخابات سرب عبر مصدر على نشرة أخبار الـ LBC أنه قانون الانتخابات بعتقد اللي سموه قانون غازي كنعان
بتذكر كتير منيح جورج غانم كان عم يقرأ النشرة، يعني نسب القانون كيف سيكون إلى مصادر، ومن بعدها كل يعني كل البلد تغير لأنه اعتبر إنه هذا المصدر يعرف ماذا يقول. على كل أحوال حلو واحد يجمع مصدر ملك، هذا مثل ما بيسموه مصدر ملك، المصدر مثل الشاهد المصدر الملك. الكتاب بتوجهيه لمين يعني بكرة من 15 شهر مين عبالك؟ أنا هديته لزملائي بالمهنة وبالتعليم وهديته لطلابي. نعم. يعني زملائي اللي كنت اشتغل أنا وياهم الصحفيين والأساتذة الإعلام والطلاب. نعم. وشو الخلاصة اللي بدك يعني ينتهوا فيها من هذا الكتاب؟ بتمنى يعني إن شاء الله يساعدهم هذا الكتاب. إذا بدك يعني للأسف أنت بتعرف العلاقة مش كتير جيدة بين الأساتذة الإعلام والصحفيين، في إشكالية طويلة عريضة. ليه يعني. شو السبب؟ أسباب عديدة هون ما معنا بالربع ساعة نحكيها. لا بس حب أعرفها. يعني أنا يمكن لأني كنت أشتغل بالميلتين بعرف هو شو بيحكوا على هو بعرف هو شو بيحكوا على هو. طبعا يعني هذا دائما الصراع بين اللي بيحكي بالامور يعني بيعلم النظريه واللي بيمارسها. وهذا الخطا الكبير يعني. اساسا للطلاب شو بيقولوا للطلاب اول ما يتخرجوا؟ انسوا شو تعلمتوا بالجامعه. نحن لا بالمؤسسات بيقولوا لهم انسوا اللي تعلمتوا بالجامعه. انتوا بتعرفوها الاساتذه مرعبه الخبريه هيدي. انتوا بتعرفوها هيدي؟ طبعا نعرفها اكيد، بس هيدي يعني اذا بدك زفان ما بدي طول عليك انه بمحل صار نضال طويل لتكرس الاعلام والصحافه علم. يعني هي ليست حرفة ومهنة فقط يعني مثل الديكار والنجارة والحدادة إنه حرفة من روح المارسة فقط، هي علم بمحل ما. هلأ الحكي واللغة الخشبية بتصير إنه أساتذة الإعلام بدرسونا النظريات، ما هي لو النظريات الصحفيين بيدرسوها منيح ما كنا بمحل في كثير منزلقات بينزلوا فيها. نعم. مهنيا. اذا بدك توصفي يعني بما انه نحن هلا بنهايه السنه، اذا بدك توصفي سنه 2018 على الصعيد الاعلامي والصحافي كيف بتوصفيها؟ يا لطيف في مشكله كبيره. هذا يا ارجعي قوليها، ارجعي قوليها، ارجعي قوليها يا لطيف. يا لطيف يعني بمعنى طبعا مش المحل بيدعوه الأزمة، لأن أنا بعتبر الأزمة بالإعلام هي أزمة إعلامنا، مش لأنه صار في نوميريك وعم بيهدد. هيدا مثل ما بيقولوا ذر للرماد بالعيون، هيدا في نحن عنا مشكلة بإعلامنا بمؤسساتنا الإعلامية يلي أنا كتير بتناولها. ليش الصحافة أحيانا بمحل ما أنا بتعاطف مع الصحفيين للماكسيموم، يعني رغم اني استاذي بالاعلام، لان بحس الصحفيين الى حد كبير مغلوب على امرهم، الشريحه الاكبر من الصحفيين، لانه هذا خطا الادارات المؤسسات الاعلاميه. نعم. شكرا لك دكتوره ابو شقره. بالنهايه بدي ادعي كل الزملاء وكل المهتمين بالموضوع يكونوا على الموعد، حفل التوقيع ب 15 تشرين 15 كانون الاول نهار السبت الساعه 6:30 ابتداء من 4 للـ5:30 بمعرض الكتاب جامع دار الفرابي بدار الفرابي. استراحه ومن بعدها بنت الخياطه جمانه حداد. بلاطول سيرة والكتاب الثاني بحالة الليلة بنت الخياطة للكاتبة والناقدة الزميلة جمانة حداد. مساء الخير جمانة، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بنت الخياطة الكتاب رقم 15 لجمانة حداد وكتاب الأول بعد اتجاهها إلى السياسة وخوض الانتخابات النيابية بأيار الماضي. حفل التوقيع يوم الأحد بعد بكرة بمعرض بيروت الدولي للكتاب جناح دار أشيت أنطوان ابتداء من الساعة 6:30 المساء. الكتاب كتبتيه قبل او بعد الانتخابات؟ اكيد قبل. وين بدي لحق بعد زمان. شو كان بعد الانتخابات يمكن طلع معك بنت مش الخياطه. خلينا عاقلين. انا كتبته صيفيه يعني خلص معي صيفيه الماضيه وقايله هيدا الشيء باخر الكتاب. وبعدين بلشت اشتغل الحمله يعني بتعرف من 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 تشرين الثاني وبالرايح لحزيران انا مدت معي شهر زياده بسبب الطعن ما عدت قدرت اطلعت. نعم. فيه
بس خلصنا وقدمنا الطعن قلت خليني راجعوا وطلعوا وهيدا قبل ما نحكي بتفاصيل يعني الطعن خلينا نحكي عن بنت يعني قبل ما نحكي عن بتفاصيل البنت التي استفاقت غير نائبة التي نامت نائبة واستفاقت طاعنة طاعنة بالنظام خلينا نحكي عن بنت الخياطة هيدا قلنا كتابك رقم 15 بس روايتك الأولى خبرينا صحيح. عن الكتاب صحيح روايتي الأولى بس بمعنى ما كل الكتب اللي قبل حتى اللي كانت شعر ومسرح ونثر كانت عم بتحضرني لحتى أكتب هيدا الرواية ليه؟ لأنه أول شيء كان بالنسبة لي رهان كبير أقدر أكتبها لأنه فيها كتير من عائلتي من قصة عائلتي خصوصا بموضوع ستي والمجزرة الأرمنية لأنه الشخصية الأساسية اللي بتبدأ منها الرواية مستوحاة لحد بعيد من شخصية التيتا يلي خلقت بعينتي بسنة 1912 وبال 1915 مثل ما بتعرف وبيعرفوا الكل حدثت المجزرة بفهم ستك أرمنية يعني فيك دم أرمني أنشوش هايرين خوسينك هايرين خوسينك بس كمان الكتاب بيحكي عن امرأة فلسطينية وامرأة لبنانية وامرأة يعني خبرينا فيها المزيج لأنه هو مزيج عائلتك أو مزيج لا هو متخيل هو مزيج واقعي ولكن متخيل بالمضمون ليه؟ لأنه نحن مزبوط من 1915 لل 2015 ولهلأ ما ارتحنا بالمنطقة يعني من المجزرة الأرمنية للحرب بفلسطين للحرب اللبنانية للحرب السورية عندك أجيال وأجيال عم تربى على الحرب والعنف والخسائر والوجع فمن خلال هالأربع نساء يعني من الجدة أبد أولاً الأرمنية وصولاً إلى بنت الفلسطينية ثم إلى الحفيدة اللبنانية وإلى ابنة الحفيدة السورية بروي قصص كتير خاصة وشخصية عنها النساء قصص متخيلة ولكن بنفس الوقت الواقعي هو الإطار اللي عم تحدث فيه الرواية معلومة المسلسل الأخوة طالع هيك كل خي من يعني هونيك كل خي من بلد أنت كل حفيد أو كل ابن لجنسية وهيدا الاختلاط هون منجي لأنت يعني نحن قبل الانتخابات منعرفك الناقدة الكاتبة الصحفية بعد الانتخابات صرنا يعني نعرفك إخراج إيد من وين جمانة ولا مين للأسف هيك الانتخابات بلبنان وهلأ يعني عم اكتشفت من الكتاب أنه ستك أرمنية انت يعني طائفيا ومناطقيا من وين جاي بدي اقول مناطقيا ما بحب احكي طائفيا ولكن ايه تيتا ارمنيه الماما خلقت بالاشرفيه رح اقول اسم الطائفه ولكن هي اكثر عرق بيا سرياني كمان من مردين الاصل اجوا على على حلب بعدين على بيروت بي من يارون بجنوب لبنان وعنا كمان قسم كبير من العائله بحيفا بفلسطين فخلطة ارمنيه سوريه لبنانيه فلسطينيه حلو هيدي الخلطه بتعتقدي وصلت لجمانة حدا تكون على ما هي عليه اليوم طبعا اكيد ما نحن مزيج من مش بس اللي سبقونا ولكن من الاشياء اللي بتركوها فينا من تاريخهم من اوجاعهم من الامهم من افراحهم من انتصاراتهم فاكيد انا نتيجتهم ونتيجه حياتي كمان انت عندك صبيان او شابين خلطه شو ورثتيهم؟ شو الخلطه اللي اعطيتيهم؟ الانسانيه يعني ينتموا مثلي لانه بالنهايه انت بدك تختار انتمائاتك، صحيح انا كل هالخلطه ولكن انتمائي الاول والاخير بالحياه وهذا الشيء دائما بقوله هو انسانيتي. فهذا اللي جربت اعطيهم اياه يعني بمعزل عن الاشياء يلي منورثها ونحن ما بنختارها، ما حدا منا اختار لا جذوره ولا اسمه ولا طائفته ولا شيء من هيدا كله ولكن نحن بنختار انه نكون بشر يعني كيف نقدر نتعامل مع الاخر بانسانيه نعم ليش اخترتي العنوان بنت الخياطه هو الكتاب انا كتبته بالانجليزي على فكره ولكن طلع هلا اول شيء طالع بالعربي يعني اول لغه بيصدر فيها بالعربي انت ترجمتيه او لا ترجمته نور الاسعد وجه لها تحيه ولكن انا رجعت الترجمه طبعا بس كان عنوانه بالانجليزي مختلف ولكن بالعربي حسيت اقرب شيء يعني بدك كمان ترجع تعيد خلق الكتاب باللغه العربيه ليكون قريب من الناس لقيت هيدا هو العنوان يلي بدي اياه ويلي بيشبه الكتاب هي والدتك كانت اشتغلت فتره خياطه او بالقصه كانت لا بالقصه غير بس هي والدتي كانت تخيط لي لقلت يابي وما كانت الخياطه تبع الماما بعدها عندي بالبيت يعني محتفظه فيها طيب ليه كتبتي بالانجليزي اول شيء لانه
بعرف صار لي صار اخر اربع كتب عم بكتبهم بالانجليزي ليه. وانا بتعرف زافان ما بحب علق على هالاشياء يعني بستسلم لانه بعرف مثل ما عملت بكل الكتب اللي قبل انه رح يطلع بالعربي يعني اول شيء بالعربي وهلا النسخه الانجليزيه جاهزه جاهزه ورح يطلع السنه الجايه بال 2019 انجليزي وفرنسي نعم. واسباني وايطالي نعم والحبل على وشو العنوان بالانجليزي؟ بالانجليزي لحديد هلا بلاد كوينز بلاد كوينز بلاد كوينز ما بعرف اذا لاحظت انه كل فصل بيبدا بورقه من وراء البنت شد. وراء الشد البنت نعم. الكوين نعم. فكرمال هيك اسمه بلاد. طب انا يعني هون عندي يعني وحده من القصص انه بالانجليزي فكرت انا اسمه كيو او كان اسمه كيو كان اسمه كيو كمان مزبوط مزبوط بس الناشر فضل بلاد كوينز عليه وانت بتسميهم ملكه يعني بتسميهم ملكه البستونه ملكه الديناري والكبه ليه ما اعتمدت البنت يعني هي بالعرب بالدارج اسمها بنت الكبه بنت الديناري بنت البستونه يعني ليه اعتمدت تسمية لا لانه حبيت الملكة لا لانه حبيت فكرة الملكة لانه كل وحدة منهم بالنسبة لإلي انا وعم عيشه لانه انت عم تكتب بتعيش هيدي الشخصية كل وحدة منهم كانت بالنسبة لإلي ملكة بطريقة تعاطيها مع حياتها ومع الصعوبات يلي واجهتها بحياتها نعم. كان في نوع من الـ يعني الهيبة والقوة نعم. وعزة طب ليه ما سميتيها ملكة الخياطة؟ يا عمي سميته بنت الخياطة طب ليه مش ملكة الخياطة؟ مرتي الجاية ملكة الخياطة تكرم عينك وبتعطي خصائص لكل وحدة من هالملكات البنات قولي لنا عن هالخصائص وكيف تخيلتيهم؟ تخيلتهم من الشخصية يعني بالعكس تخيلت لأنه من بعد الشخصيات كنت عارفة من الأول أنه رح يكون في لكل فصل عنوان ورقة من وراء اللعب ولكن مش حددت الصفات بالأول اخترعت الشخصية لأنه أنت ما بتقرر قبل كيف حتكون هي بالنهاية الشخصية شوي بتكتب حالة أنت وعم تكتب يعني هي بتصير تاخدك على محلات فعلا بتعشتي هالإحساس ايه طبعا طبعا هي أنا بتاخدك على محلات هيك يعني أسطورة بيقولوها لا مش أسطورة رح أقول لك شغلة كل يوم كنت أقعد على قبل ما أقعد على اللابتوب لأكتب قول اليوم شو بده شو بدي أتفاجأ لأنه أنا كنت عم فاجئ حالي أنا عم بكتب أنا وعم ألف فمن بعد ما تبين الشخصية تتبلور كنت عم حط صفات الملكة يلي مناسبة لإلها بنت الكبة بعمرك طيب وليه الشباب وين يعني في كلهم موجودين الجد الكبة يعني ما حد ليه ما حطيت صفات لأنه ما بدي لأنه هيدا كتاب عن أربع نساء عانوا حروب وفي بحياتهم رجال ولكن مش الرجال هن الأبطال المرأة هي البطلة أنا قايلة بآخر الكتاب ما بعرف إذا شفته زافان بالاستطراد يلي حطته أنا ما وصلت على الأخير بعدني حتى استطراد عن عائلتي وقايلة إنه بالحروب دايما الرجال بيخوضوا الحرب والنساء بيخسروا الأشخاص اللي بحبون مثل كأنه محكوم علينا نحن النساء نكون بس بموقع الخسيرات حبيت هن يكونوا بطلات قدرهم حتى وهن وعم يخسروا كرمال هيك اخترت يكونوا نساء نعم جمالة انت من بعد يعني اذا بدك معركة الانتخابات هلا عم تحضري حالك لأول حدث كبير غير سياسي بمعرض الكتاب يعني مين تتوقع يجي هل تتوقع أصدقائك من أيام الصحافة يجوا أو أصدقائك من أيام الانتخابات يجوا وشو عبالك يعني يشوفوا بهذا الكتاب رح بلش بالآخر عبالي كل شخص وكل يعني كل بنت وكل شاب بيقروا هالكتاب أو كل امرأة أو كل رجل بتمنى يشوفوا شقفة من حالهم فيه لأنه بعتقد ما حدا منا بهالبلد وبهالمنطقة ما عايش شوي من وجع القبر يلي أنا مخبرتهم ببنت الخياطة ومين متوقع يجي أكيد ازدادوا الأصدقاء يعني على مر الوقت من آخر كتاب من سنتين أو من ثلاث سنين بالأحرى لهلأ فأكيد بتمنى أنه يكونوا أكتر وبتمنى كل الأشخاص اللي عندهم فضول لأنه أنا ولا مرة شخصيتي السياسية حتى كانت منفصلة عن أنا كيف وقدمت حالي بطريقة كتير عفوية وكتير شفافة يعني ولا مرة كان في شخصية جمانة السياسية ولوحدة المرأة والإنسانة والكاتبة والصحفية ومشان هيك في كتير ناس قراب مني تعرفت عليهم من خلال السياسة عرفوا الوجه الآخر كمان بتمنى كلهم يكونوا بما أنه نحن هلا على مشارف نهاية السنة وبنهاية الأمور نعمل مثل جردة حساب كاملة تجربة الانتخابات كيف اليوم تقيميها؟ رائعة بالنسبة لإلي كانت اختبار كتير قوي
اول شيء لطولة بالي لتصميمي. مثل كانه فاجاتك يعني، مثل كانه بطلت روايتك كانت عم تفاجئ. ايه انا كمان ايه طبعا فاجات نفسي، لانه انا صحيح كنت حابه اخوض غمار العمل السياسي، ولكن كان عندي على طول تحفظ، لانه انا بطبعي شخص مني صبور وبعرف انه السياسه بدها طولة بال، ولكن قدرت طوع نفسي لحتى صير صبورة أكثر. وأكثر شيء بالنسبة لإلي هي كانت بتعرف منه قرار هيك أنه أخذته أنه بدي جرب تشوف إذا بتزبط معي، هي نقطة بداية بطريق طويلة رح تكون إذا كتب لإلي أني أعيش بالمجال السياسي، لأنه أنا قررت أنه أنا هلأ من هلأ ورايح إلى جانب عملي الإعلامي، لأنه عندي برنامج على التلفزيون، بدي كمان أخوض غمار السياسي. وبهدف شو؟ بهدف أنه كل هالقضايا والقيم يلي أنا بدافع عنها ويلي بعرف أنه في كتير أشخاص متمسكين فيها وبدهم إياها تكون موجودة بلبنان، ويمكن مش شايفينها ممثلة بقلب البرلمان بما يكفي، كون أنا عم وصلهم صوتهم من أجل لبنان أفضل. ما حسيت بالندم يعني ابدا؟ لا ابدا، اكيد لا. اكيد كانت الخبريه صادمه جدا، يعني تخيل اثنين كيف يعني خبرتني بولا، انا دقت لي 10 الصبح قالت لي قومي عم يقشطوك المقعد، 10 او 9 الصبح بولا، وبوجه لها تحيه كمان. نعم، ولوقتها انت كنت حاسه لو احنا عم تفشلنا خلق، وانت لوقتها كنت حاسه انه خلص انت نايبه انا بقيت للساعه 3 لحتى قررت انه خلص بدي صدق للساعه 3. احتفلنا على الساعه 3 ورحت نمت وانا حاسه بهول المسؤوليه، واذ فقت راحت المسؤوليه. فقتي على بنت الخياطه. لا معلي، بنت الخياطه رائعه وكل الاحوال، بس هي بتعرفي بنت الخياطه بتوحي بالمسبه يعني، ما بقى يعني في يعني مع انه كيك انت نيتك عاطل. لا مع انه رومانسيه بنت الخياطه، بس انه فيك تقوليها وتطلع كانها مسب انه بنت يعني عم تستخفي. هيدا نوع ما هيدا نوع من قله الاحترام للاشخاص اللي بيشتغلوا بايدهم، وبالعكس انا حبيتها تكون مثل تكريم لهم، وقايله حتى حكي كمان عن الاسكافه، عن الاسكافه الجد. قد ايه الاشخاص يلي بينحنوا تيشتغلوا قد ايه هن مسميتهم ملوك وملكات هذا العالم. هودي هن يعني. ما ندمتي؟ فاجأتي حالك بمرحلة الانتخابات، ناوي تكفي بالسياسة، بس هل في قرار أو قرارات ندمتي أنك أخذتيها أو دروس تعلمتيها من هالانتخابات بال 2018؟ شو أكبر واحد درس تعلمتيه؟ أول شيء بموضوع يعني السياسة والتحالفات والأصدقاء والأعداء بالسياسة. ما رح أحكي بموضوع التحالفات والأصدقاء والأعداء لأنه هيدي من البديهيات، وما فيه الواحد ياخذ قرارات فيها سلف، لانه ساعه الساعه بتحكم يعني بتحكمك لظروف. ولكن يلي بدي اقوله اللي تعلمته هو قد ايه لازم الواحد يكون عنده وقت، يعني يعني انا بالنسبه لإلي قصر الوقت، يعني بس كان في 3 اشهر تحضير حقيقي شغل على الارض ما كانوا كافيين، كنت بحب التقى مع ناس اكثر، لانه هيدا كان الجزء الاجمل. نعم. بالنسبه لإلي من حملتي الانتخابيه اني عم بنزل واحكي مع الناس. وشو اكتشفت بالناس؟ اكتشفت انه في كتار عندهم رغبه بالتغيير ولكن فاقدين الامل، وهذا الشيء كان كتير يعصبني. نعم، انت اليوم بالاضافه الى كل هالوجوه يعني بين الكاتبه وبين السياسيه ايضا صوت لناس كتير مهمشين بالمجتمع، وهذا يمكن اكبر مسؤوليه، وهذا الشيء ممكن يجعلك من كاتبه او سياسيه طموحه الى شخصيه تاريخيه بالمجتمع اللبناني. لوين يعني ما بتخافي انه هيدا شيء يضر مسيرتك السياسيه اللي عم تتوجه فيها لناس محافظين اكثر، لناس بصوته جايين من بيئات محافظه وما بيحبوا التغيير اجمالا يعني اللي بدك صوتهم ما بيحبوا التغيير، بيحبوا الاستقرار. ابدا مش هودي اللي بدي صوتهم، وابدا مش هودي اللي بتوجه لهم او توجهت لهم. أنا كل الوقت خلال حملتي الانتخابية بالعكس كنت عم خاطب الأشخاص يلي أنا كشخص بيعتبر نفسه أنه ممكن يكون صوت لبعض الفئات المهمشة بهالبلد، وهن كتار هن الأكترية. هيدا هو كان مشروع الانتخابي، يعني ما انفصلوا بالنسبة لإلي، ولا مرة حاولت خلال الانتخابات أنه أنا كيف بدي أربح أصوات. يعني كثير كانوا ينصحوني أنه خفف في مثلا تون، أو هاي القضية بلا ما تجيب سيرتها هيدي ممكن تستفز الناخب التقليدي،
طيب ما الناخب التقليدي عنده مين يمثله، في ناخبين اخرين نعم. وناخبات ما عندهم مين يمثلهم، انا هودي اللي بدي اياه. نعم، بنت الخياطه هو اصدارك الجديد، صفحه جديده ما بعد الانتخابات، ما بعد السياسه اللي فكرنا انه خلاص ارتحنا. بدنا جمانة تكتب، طلع جمانة بعد حتكتب وتشتغل السياسه. توقيع الكتاب الاحد 6:30 المساء بمعرض الكتاب دار اشيت انطوان. صحيح. بالتوفيق دائما. استراحه شكرا. من بعد الدكتور جورج دوريليان وكتابه الجديد البحث عن المعنى، قراءات بالروايه اللبنانيه، ورح نشوف اذا لحق يشوف كتابك او لا. استراحه ونرجع. بلا طول سيره، حلقات ديسمبر العيد، كتب وبوظه وابراج. الاسبوع المقبل بوظه، اما الليله فاربع كتب من استيراد بيروت الجديده. ووصلنا الى الكتاب الثالث وعنوانه البحث عن المعنى، قراءات في الروايه اللبنانيه، لعميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه بجامعه البلمند الدكتور جورج دوريليان. اهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لحضورك. الكتاب صادر عن منشورات جامعه البلمند، والتوقيع رح يكون بدار الجديد، دار الجديد، بمعرض الكتاب مساء السبت ب 15 كانون الاول الساعه 6. حضرتك ناقد وباحث بالاداب، وكتابك الاخير بيقدم قراءه بالروايه اللبنانيه، خبرنا عن كتابك. هذا الكتاب اولا صار له يعني عم يشتغل فيه من زمان انا، ويعني فينا نقول انه هو استجماع لكل المقالات والابحاث اللي عملتهم حول الروايه اللبنانيه. نعم. بقول بالمقدمه بانه هذا الكتاب منه يعني اكاديمي بالمعنى الصرف، لانه ما في شيء بمعنى الصارم. بمعنى الصارم انه ما في له منطلق منهجي. نعم. واضح، ولكن من خلال الشغل تبين انه في خيط رفيع، في منهج، في منهج، في سمات معينه. نعم. هو اول كتاب باللغه العربيه لألك. هو اول كتاب باللغه العربيه لألي. ايوه. نعم. انا عندي كتب بالفرنسي، انا اختصاصي ادب فرنسي. نعم. واختصاصي باتجاه الرواية. نعم. اذا طلع انه في موضوعات، في منهج. نعم. وفي سمات فيها. نعم. من نوع مثلا البحث عن الاصول، روايات تبحث عن الاصول، روايات الحوار الداخلي. نعم. روايات الذاكره. طبعا هذا كتاب بيجمع يعني كتير روائيين وقصص وذاكرة، وممكن يهتموا فيه بالإضافة للناس بيهتموا بالأدب كأدب، الناس اللي بيحبوا الرواية، بيحبوا الرواية، اللي فيهم يكونوا يعني بس بيحبوا المطالعة مش متعمقين بالأدب كتحليل وبحث. شو أهم شيء بالنسبة لك يعرفوه عن الكتاب إذا بدهم يحصلوا؟ يعرفوه أنه أولا يقروا، يعني يكون لقلهم، يشكل لقلهم مدخل لقراءة الروايات والتعرف على الجو العام للرواية في لبنان. في حوالي 25-30 كاتب يعني رواية. طبعا في عندك بعض الروائيين عندهم مساحة أكبر من غيرهم، بس في طلة يعني من الثمانينات. نعم. إلى 2010. نعم. فيهم يتعرف على اللي منيح أنه يقدروا يكتشفوا الاشكاليات اللي كانت تحرك خيال الكتاب. شو من يعني كاستنتاج، شو اكثر اشكاليات كانت تحرك؟ انا بالنسبه لي هذا رايي، وما بالضروره انه كل الناس تكون موافقه على الشيء، في اشكاليه الهويه. في كثير روايات كلها تبحث عن الهويه، وبحث عن الهويه بتاخذ شكل رمزي بالروايات، هو البحث عن الاب. كثير من الروايات ما بيعرف البطل فيه اذا كان هو ابن ابوه ولا ابن شخص اخر، يعني ابن زنا. نعم. هل الروايات يعني من روايه امين معلوف تبع روشيدو طانيوس، صخره طانيوس، الى روايات اخرى،
فيها البحث. نعم. هلا يعني هذا موضوع كتير حلو، بس اذا بدي الخص كتايم لاين يعني كمسار تاريخي زمني للروايه اللبنانيه، بتقسم بين الروايه الحديثه اللبنانيه اللي بتقول انطلقت بالستينات والسبعينات. مزبوط بالسبعينات بالاحرى. نعم. ووجهها الابرز هو اليسخوري. وجهها الابرز يعني كان اول الناس كان اليسخوري. ولكن بعدين في غيره طلعوا. نعم. مثل مين يعني؟ في حسن داوود مثلا. حسن داوود كمان يعني وجه مهم وبارز بالروايه. نعم. ومين خاصة كاستات كشخص كثير اسلوبه يعني مرهف. نعم. في جبور دويهي، في رشيد الضعيف كمان احد روايه من رواياته، احدى رواياته في بحث عن الاصول، عن الاصول، في الشاب ما بيعرف اذا هو ابن مين. نعم. وجبور دويهي كمان عنده. نعم. روايه مطر عزيران هيك وغيره. نعم. كمان. طب ما بعد هذا الجيل من الروائيين، هلا ما بعد هذا الجيل، هلا الجيل الجديد يعني فينا نحكي عن روايه ما بعد الحداثه اللبنانيه. البوست مودرنيست اللي مثل ما في باوروبا هو العوده للقصص، يعني صار بده يخبروا قصص، هيدا الهدف تبعهم. في البوست مودرنيزم ممكن بذورها او ارهاصاتها بتبين مع بتبلش مع علويه صبح. علويه صبح روائيه كثير غنيه وكثير جياشه بالقصص. مش من ذات الجيل علويه. لا مش من ذات، هو هي جيت بعدهم. ولكن اذا بدك الجيل كعمر هي نفس العمر. نعم. يعني هن كلهم جيل الستينات. نعم. كل الكتاب اللي عم بيحكي عنه جيل الستينات والسبعينات. نعم. بس انتاجها يبدو من حيث الاسلوب تعتبر انه متقدم اكثر يعني او حديث اكثر. اي فهي عندها قصص. طب اصغر كاتب لبنان، اصغر كاتب هو ربيع جابر حسب ما انا اللي انا اشتغلت عليهم. نعم. ربيع جابر شو اهم شيء نعرف عنه مثلا؟ ربيع جابر مثلا يوسف الانجليزي، روايته يوسف الانجليزي اللي كمان يعني اهميته لربيع جابر انه بيعطي لروايته طابع تاريخي كثير، بيستند على التاريخ ولكن قادر يعني يلعب بالتاريخ، منه مضطر انه يحترم التراتبيه بيلعب بالتاريخ مثل ما على هذا الشيء مشروع. طبعا مشروع بالروايه كل شيء مشروع. نعم. طب اذا بدنا نحكي ما قبل الروايه الحديثه، في روايه كلاسيكيه طبعا ما قبل الروايه الحديثه كان في انا بحكي في البدايات انا يعني. عم جرب يعني نقرا الكتاب مع المشاهدين يعني من ابرز وجوه في ابرز وجوه في طبعا توفيق يوسف عواد اللي عنده روايتين كبار اللي هو الرغيف وطواحين بيروت. في يوسف حبشي الأشقر بروايته ثلاثة أفراس حمر. في فؤاد كنعان عنده كتير روايات، فأنا حكيت عن رواية واحدة حتى تعطي كتير فكرة عن شخصيته. هلا قبلن هول في بالتراث العربي في كمان شيء اسمه السرد، في السير الشعبية. السير الشعبية هولي أشكال روائية كتير مهمة، نحن لسوء الحظ ما كتير مهتم بهالسير لأنها ما مكتوبة باللغة العربية فصحى، بينما الأجانب الغربيين قعدوا نهلوا منا كل شيء اسمه أشكال سردية، فترجموهم من القرن السابع عشر الثامن. نعم. عشر وهن مهتمين بها. هي مكتوبة بأي لغة؟ باللغة العربية ولكن يعني بالدارج يعني في خليط من الدارج والفصيح. نعم. وهول اللي كانوا ينقروا. نعم. يعني هو موضوع اللغة رمضانية. يعني أنا دايما كان عندي هذا السؤال وبحب أسأله، ومش دايما عندنا ناس مثلك فينا نسألهم هيك أسئلة. يعني موضوع الكتابة باللغة العامية أو تطعيم اللغة الفصحى بموضوع العامية من خلال السير أو حتى يعني ألف ليلة وليلة، في كتير مقاطع أوقات بلغة كتير بشعة يعني مش حلو يعني أو لغة مش فصيحة مش فصحى. هيدا الشيء مش مربوط إنه بلبنان ولبنان عم بجرب يكون في نقة وبدون يكسروا اللغة العربية وانه مش موقف سياسي كسر اللغه العربيه، يعني مش موقف سياسي بالضروره. هي اللغه كان من كثير زمان في كان عندها مسعى بانه تطور حالها وتتغير فيها لهجات كانت يعني يعني ما كان عيب التعاطي باللهجه باللهجه لا بالادب العربي لا ولا مره. لا.
ولا كان موقف سياسي ضد العروبة مثلا؟ لا ما لي ما انه هيك. انا عندي رأي بقضية الكتابة بالفصحى والكتابة بالعامية. هو دائما عندما بنكتب ما بنكتب مثل ما بنحكي. حتى بأوروبا حيث الفرق منه كبير بين المحكي والمكتوب، إلا أنه ما بنكتب مثل ما بنحكي. عطول في هم بنسميه بالأجنبي artifact، يعني في شيء artificial. نعم. أنه أنا قاعد عم بكتب إذا بدي أهتم باللي عم أقوله. هالفرق منه كبير. بالعربي اللي منيح هو انه مجرد ما تحكمش القلم وبل تكتب انت فت دغري بعالم الكتابة الفنية، انت صرت بعالم اخر، اسلوبك ولغتك بدها تكون غير اللي بتحكي فيها. بس هذا ما بيخليك تكون اوقات مش عفوي كتير؟ هلا اذا انت متمكن باللغة. من اللغة لا فيك تكون عفوي، لأنه فيها تكون لغة يعني أنت بالرواية بدك أوقات تستعمل ناس عم يتخاطبوا مع بعض، عم يحكوا مع بعض، والفصحى منها لغة تخاطب. هلا مثلا في بعض الروائيين بيدخلوا الكتاب اللغة العامية بالحوارات، في روائيين في هذا كمان أسلوب يعني بيلتفوا على هالشيء، يعني بيستعملوا الشيء اللي بنسميه نحن الأسلوب الغير مباشر، يعني الراوي هو بينقل كلام الهاي ليك بيحولها. بس حسن داوود منهم، لأنه حسن داوود كثير بهمه لغته، عرفتي، في أسلوبه يعني يطلع شيء. أنت إذا أعطيناك جملة أو باراجراف من أي رواية فيك تعرف من خلال الأسلوب مين كتبها؟ بخبرتك يعني تقريبا تقريبا انا قريهم منيح. ولي صار لي سنوات، بس انا صار لي شيء يعني ليش قررت انه اجمعهم، انا صار لي شيء 10 سنين تقريبا مش حمد. وانت بتقرا هالقد لحب يعني حب القراءه او بتعتبره هيدا اختصاصك؟ لا 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 انا حب القراءه هولي قريتهم لانه بحبهم، يعني مثلا اخذت في قصص كتبهم حسن داوود اسمه نزهه الملاك. كتاب صغير كتبت عليها شيء اكثر من الروايه 30 صفحه. وطلعت شو روايتك اللبنانيه المفضله يعني اللي روايتي ولا الروائي؟ لا الروايه يعني الكتاب. في يعني في كذا كتاب انا بحب اقراهم بحبهم اكثر شيء. ما تقول لي واحد بتعلقني مع لا عن جد يعني هذا الكتاب يعني انا نمطي مثلا كثير مهم انه واحد يعرف من وين جاي. انا جاي من الادب الفرنسي. بالادب الفرنسي كثير بيهتموا بالصفاء، يعني قد ما يكون الاسلوب والكتابه مخففه من اي تقل لغوي او الاحداثي او هذا. فاللي عنده هذا الاسلوب هو حسن داوود. حسن داوود هو اللي عنده هذا الاسلوب اللي هيك فيها صفاء كامل وما في احداث. في انا بغناء البطريقي الروايه اللي كثير بحبها اصلا عنوانها عندما تكون الاشياء اقوى من ان تسمى. ابطال ما عندهم اسماء بس انت قادر تعرفه كيف عم تحكي. طيب واسوأ روايه؟ اسوأ روايه؟ لا ما في اسوأ روايه، هول اللي كاتب عنهم كلهم منيح. طيب مين اسوأ يعني مين بتعبك؟ مين بتعبك انت وعم. في ناس بتعبوني، يعني في كثير روايات كنت انا حابب اكتب عنهم ولكن ما قدرت اكتب، لانه انا كناقد ارتيف السؤال من بعد ما اقرا الروايه واخذ نوت وكل شيء بقول يعني من وين بدي فوت على الروايه؟ انه اذا بدي اقعد انه انا ماني صحفي بيكتب يعني بيعمل عرض كتاب كيف ما بدي انتقد لك بدي فكفك الكتاب، فمن وين بدي فوت؟ حتى في كتاب ما تفك معك؟ ايه في عندي كذا روايه هلا ناوي بالكتاب الثاني انه اعملوه، مثلا روايات محمد ابي سمره كثير بحبهم بس ما قدرت اكتب عنهم. نعم. بس انا روايه رشا الامير يوم الدين
كثير حلو بدأ، لكن ما قدرت انا اعرف كيف بدي عليه. بدي ادخل عليه هلا، ممكن بدها مزاج، بدها جو انت عم تعيشه حتى تقدر تعمل. نعم. طب وبرايك بال 2018 اي روايه لبنانيه هي الافضل يعني لحقت تشوف، او 2017؟ يعني انا ما بعرف الروايه اذا فينا نقول افضل افضل روايه او اكثر كتاب استمتعت فيه. يعني نحن عم نجرب نعطي اقتراحات للعالم اللي عم يرجع يقرا، يعني حتى يقروا كتاب شو اسمه، يقروا البحث عن المعنى. لا عن المعنى لا مش هذا، لا يقروا كتاب جمانة حداد، جمانة بنت الخياطة. بنت الخياطة. و في روايات مثلا، في رواية شو اسمه رشيد الضعيف ألواح، اللي هي سيرة ذاتية على شو اسمه. في روايات تانية مثلا جبور دويهي عمل رواية جميلة عن حي، هو نحن كان بدنا أول اسم أو طبع في بيروت. حسن داود عنده رواية حلوة على أثر غيمة. هذا مثلا هاي الرواية الحلوة ليه؟ لأنه ما بيحصل فيها شيء. هاي كان الإيديال تبع فلوبير، أنه يقدر يوصل يوم يكتب رواية متماسكة وتوقف على الأسلوب فقط. طب هو مثلا لما يكتب رواية ما بيحصل فيها ولا حادثة، هيدش بيكون تمرين شو؟ تمرين على تعبئة الصفحات، يعني بمعنى يعني هي بتصير يعني لا يعني بتصير مثل تحدي بين الكاتب ونفسه. اكيد هو كاتب ونفسه، وفي ناس بيحبوا يعني يقروا هيك بروايته هاي على اثر غيمه، اخر شيء بده يتخانق معه انه خلصنا بقى، انه شاب وبنت مش عارفين كيف بدهم يلتقوا. وما عم يلتقوا وبيتركوا بفلوا، واللقاء ما عم يتم، الروايه كلها على اذا بده يتم اللقاء ولا لا. نفس القصه مع فلوبير بروايته الشهيره ايديوكاسيون سنتيمنتال، التربيه العاطفيه. شاب ومراه بيحبوا بعضهم، بالصفحه 330 320 بياخذوا موعد بدهم يلتقوا بالتلفزيون بالحلقه 570 هيدي. و اللقاء ما بيتم. نعم. اللقاء طب بهيدي بتكون توارد افكار او بيكون تاثر بهال؟ انا في تاثر طبعا، لانه بالنهايه الروائيين بيقروا روايات كمان. نعم. طب بتقول يعني عم نحكي عن الروايات وعم تحكي باستمتاع عن الروايات ونحن مبسوطين بهذا الشيء، بتقول انه الروايه على عكس ما قد يعتقده البعض بانه ماتت، بتقول لا بالعكس هلا طاحشه اكثر شيء، وغالب الانتاج اليوم عم بيكون روائي بلبنان او بالعالم او بالروايه بلبنان وبالعالم. شو السبب؟ هلا ممكن اقرب لوصف الحياه، بس بالنهايه اي انا بمحل بالكتاب انه بالنهايه نحن نكتب شو ما كتبنا، اي جنس اي نوع ادبي، بالنهايه عم نخبر قصه، ان كان بالشعر ولا بالمسرح ولا بالرسم ولا بالرقص ولا باي شو ما كان، عم نخبر قصة، القصة هي الأساس. فالرواية هو شكل كمان من أشكال. وعادة هاي الناس بتحب الرواية، الرواية بتنقرأ مرات بدون ما في أحداث، بدون ما تعمل جهد، وعم بخف العدد الصفحات عم تكون أصغر. يعني ما بيعملوا رواية هيدي له طابع أكاديمي. يعني هاي رواية الروايات. هاي رواية. من هون عملتها بطريقة إنه واحد بيطلع بياخذ بيقرا فقرة أو عملها فقرات هيك بيفتح. واحدة من الأسئلة اللي بتسألها بالكتاب، لماذا غابت الرواية البوليسية؟ بوليسية. شو السبب؟ السبب هيدي رواية، يعني هيدا السؤال كان، لانه الروايه البوليسيه باوروبا انطلقت وكانت مستقله في، ولكن بعدين دخلت الروايه البوليسيه دخلت بالادب، صارت بكل الاعمال الادبيه في شيء، في جريمه، في شيء بوليسي عم بيصير. هلا الروايه البوليسيه اصلا
نشأت بأوروبا بالقرن بداية القرن التاسع عشر، عندما صار في سلطة، صار في بوليس، وصار في مجرم. هالثلاثة ضروريين حتى يصير في رواية. والبوليس شغلته كان أنه يحافظ على أمان المجتمع البرجوازي اللي كان قاعد بالمدن، لأنه كان عم بينزلوا كثير من الريف، فيشكلوا هن نوع من عصابات أو عصابات. هيدا هو. هلا عندنا هون ما صار في هالشيء، ما فيش سلطة، البوليس ما شغلته حافظ على فئة اجتماعية، على برجوازية، بل على الفئة الحاكمة، على العائلة الحاكمة، مثل ما عند الأيام العثمانيين، كذلك كملت على بالأنظمة كمان. بقى من هون ما فيش رواية بوليسية. هلا عم بصير في بعض النفس البوليسي، في جريمة مثلا بتحصل ببعض الروايات، ولكن مش رواية بوليسية. نعم، وهي بدها يعني عندها خط، بدها جو، اولا بدها اطار عام اجتماعي. نعم. يدعم هالشيء، و نعم. بدها كمان التاريخ يعني، هلا في يعني هلا في الجريمه موجوده من ايام. نعم. طيب هي شو الدارج اليوم؟ اللعب بالتاريخ يمكن اكثر. لا، في اللعب بالتاريخ، وفي لا في الروايه الفرديه كمان، يعني اللي بيحكي عن افراد، الحوار الداخلي. نعم. كثير من الروايات هن حوار داخلي. نعم. طب منحل لدرج انه اللعب بالتاريخ، يعني بتجيب احداث تاريخيه وبتخترع يعني احداث بتغير مسار. مسار احداث تاريخيه كبرى، هيدا شو يعتبر؟ هيدي من ضمن الفانتاستيك. فانتاز. يعني هاي ميرفيو، يعني مثل ما مع مركز بيلعب بالتاريخ مثل ما بده، بشقلب كل الامور، وبيطلع عمل ادبي ما له علاقه، ولكن ممكن يقول للناس اذا بيقروا انه ممكن نشوف الحياه بهالطريقه. نعم. مثل عندنا بلبنان، انه بتصور ما فينا نفهم، ما راح فينا نفهم الوضع السياسي للبنان الا من خلال بكره روايات كثير فانتاستيك تحكي عن الوضع السياسي، هوليك بيكونوا فهموها وقتها. نعم دكتور، بعتقد هذه أحسن ختمة للفقرة. شكرا لك. التوقيع السبت 15 كانون الأول الساعة 6 بجناح دار الجديد بمعرض الكتاب. بعد الإعلان، الكاتب العراقي نزار عبد الستار وروايته ترتر الصادرة ببيروت. بلا طول سيرة والكتاب الأخير معنا لليلة بعنوان ترتر للكاتب العراقي نزار عبد الستار. الكتاب صادر ببيروت عن دار أشيت أنطوان، وترتر كلمة بتعني بايت، يعني مثل الخرز البراق. الرواية تأهلت إلى قائمة التصفية الأولى لجائزة الشيخ زايد للكتاب. هالقائمة بتضم 13 كتاب من أصل حوالي 400 كتاب تقدموا السنة للفوز بهالجائزة السنوية القيمة. هيدا ثالث كتاب لنزار عبد الستار. الكتابين الأول والثاني كان لهم رواج كبير بالعراق. التقينا بالكاتب خلال زيارة أنفية مؤخرا إلى بيروت، وخبرنا عن روايته الجديدة ترتر. أحداث الرواية اللي تحدث فيها أغلبها بالمصر طبعا هي من الخيال. أنا حاولت أنه أصنع شخصية مميزة اللي هي أينور هانز، بطلة الرواية. وأينور هانز ألمانية الأب، تركية الأم، ترسل من قبل السلطان عبد الحميد والقيصر فيلهلم الثاني إلى الموصل لإدخال التجار الألمان إلى هذه المدينة. فهذه الرواية تتكلم عن مسألة جدا مهمة، هي بروز التشدد الديني وبروز الرغبة في التحديث. لا
لكن الصراع حسم بمصلحة التشدد للأسف. عملت بحث موسع وكبير جدا واعتمدت على أتراك واعتمدت على مترجمين من الألمانية ومن الإنجليزية حتى أصل إلى روح هذا العصر. هو هذا النوع من الكتابة يدمج بين الكتابة البوليسية، الكتابة الرتم السريع، وبين الكتابة الواقعية، وأيضا فيها خيال، لكن حركية الحدث، سرعة حركة الحدث هي اللي تقرر بين أنه يكون هذا الشيء صالح للسينما أم لا، وأنا أعتقد هو صالح للسينما، وتفكيري كان نحو هذا الاتجاه. إحنا يعني في العراق لا توجد دار نشر ذات هيكلية ثابتة أو ذات معيار، هناك فوضى عارمة في المشهد، لكن هذا لا يعني أنه الكاتب العراقي هو الكاتب مخل، وبالتالي الكاتب العراقي يلجأ إلى بلدان أخرى للترويج ولنشر أعماله الأدبية. بالنسبة لي تواجدي ببيروت مهم، أنا أعتبره أكثر من تواجدي في مصر، أكثر من تواجدي في أي مكان آخر. بعدها بيروت مدينة يروج لها، وستبقى بيروت مدينة يروج لها، لأن صناعة الكتاب في بيروت، جواز المرور للكاتب إلى الدول الأخرى يبدأ من بيروت. إذن هيدا هو الكتاب ترتر، مني أكيد إذا الأستاذ عبد الستار رح يكون ببيروت خلال معرض الكتاب، بس على كل الأحوال الكتاب موجود بمكتبات بيروت وأكيد فيكم تلاقوه بمعرض الكتاب. ختاما لحلقة الليلة، تحية وفا وحب إلى الفنانة الراحلة الأميرة الصغيرة، فالتحية من عائلتها بإطلالة أولى على شاشة التلفزيون، خصونا فيها لوداع الأميرة الأم والأخت والصديقة. العائلة رح تجتمع مع الأصدقاء يوم الأحد المقبل لأحياء الأربعين، والصلاة على روحها بكنيسة الوردية بمنطقة غدير. كان يا مكان بقديم الزمان صبي علاقتي بمام من أنا وصغيرة كان دايماً علاقة رفيقة، رفقات كنا دايماً خبرها كل شيء، ودايماً هيك كانت مثل عن جد مثال الأعلى بكل شيء، بالميوزك طلعت بحب الميوزك مثلها، بكل شيء بدرسة، بكل شيء بالحياة هي يعني هيك كانت تقلي شو أعمل، تقلي هيدا منيح هيدا مش منيح، يعني غير أنه عن جد علاقة أم، كانت عن جد رفيقتي بخبرها كل شيء. أكيد بدي أفقد هلأ بفترة الأعياد إنه تكون هيك معنا، نروح نعمل شوبينج، نروح ونجي، نروح نقدس وهيك. أنا أكيد ما رح أوقف أقول أنا ما بدي أعيد وهيك، بالعكس كلنا بالعائلة رح نعيد ومبسوطين، ما في شيء ما رح يكون موجود، بكفينا إنه هي أنا حسيتها موجودة حدة دايما، حتى لو منا فيزيكلي حدة، بس إنه بحس إنه هي حدة. أكيد ما مضحت بكتير قصص كرمالنا، خصوصا بس إنه ما قررت تنهي مسيرتها الفنية، بس نحنا بس أسست عائلة وهيك قررت الأمومة على الفن، بس بنفس الوقت يعني تركت الفن كأنه رسالة لتعلمها مثلا لقلنا، تعمل قصص مثل تراتيل أغاني للجيش وهيك، ما وقفت كومبليتلي. هي كانت محضرة عمل غنية كانت تحب كل سنة نأجله لسنة الجاي، فانه ما كنا عن جد يكون عندها وقت لتفكر بهذا الموضوع، يمكن شوي من وراء المرض كمان، انه دائما كانت عم تعمل شيميو او ناترا نتيجه بات سكان او هيك شيء، انه مثل حاله حدا معه كانسر، ف ايه هيدا العمل هيك شوي يعني ما انعمل من وراء البرد، ومن وراء كمان انه عم تهتم فينا وهيك وكل شيء سوا. اخذت صوتي الحلو منها لمام، من انا وصغيره دائما بحب غني، بحب يعني ما بحكيها كأنه حدا راح، وبقلها ما بعرف شو بقلها، بقلها بحبي كتير. لو فيي بقدم لك قلبي وعيوني كرمال شوفك فرحان، بس غدرت الحياة هيك حطت كل شيء هيك عن جد فيي أنا، عرفتي؟ إنه بيكفي إنه هي معلمتني كل شيء، عرفتي؟ أنا هلأ الصورة تبعها على الأرض هون بين العالم، فهيك بحس إنه عندي مثل هيك مثل شيء حلو كتير عطيتني إياه ما بيموت، عرفتي؟ حتى لو هي ماتت بالجسد. صدفي بعد الشتوي شتت هالدنيا بكير، كنت الحالي صبحي ودرب البيت بعيد كتير.
بلشت بعمر تقريبا بالعشرين دزويت دزنا بهالمرتبة هيدي تقريبا وانطلقت بهالمسيرة هيدي ومشينا معها حدا نحنا بس هي وقت اللي صار معها هالشي هيدا هون بلشت هي تنسحب يعني حتى شو بدي اقول لك يعني ما عاد تشوف حدا اخر ايام ما عاد تشوف حدا يعني ما عاد تحب تشوف حدا هي دخلت على قلوب الناس بطريقة باعتقادي انا لانه هي بتحب الناس بتحب العالم بتساعد العالم بتخدم العالم خسرت كثير شخص مش انا وقفت عنده هو وقف عندنا ما بقدر اعبر ما بعرف لا تعوض انساني ما بتتعوض يمكن ارتاحت هلا بس ما بقدر الا كل يوم اشتقت لك يا اختي كل يوم بتقلي تعال اشرب قهوه عندي هالحياة هذه كانت تحية من عائلة الأميرة الصغيرة إلى الأميرة الأم والأخت والصديقة هيك بنوصل إلى ختام حلقة الليلة من بلا طول سيرة بتمنى شهر ديسمبر العيد يكون مناسب للمصالحة مع الأحزان وللقدرة على تجديد الإيمان بالحياة هالأسبوع كنا كتب الأسبوع المقبل بوزة إلى اللقاء We'll be right back.